بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. قامت كتيبة أسود بابا عمر التابعة لكتائب الفاروق العاملة في محافظة حمص وريفها بعملية نوعية، حيث قام أبطال كتيبة أسود بابا عمر بضرب هذه السيارة التابعة إلى كتائب حزب الشيطان، حيث كانت تحتوي على 3 من شبيحة حزب اللات، حيث لاز هؤلاء بالفرار وتوجهوا إلى أقرب حاجز عسكري. وقام أبطال كتيبتنا بالاستيلاء على هذه السيارة التي تحتوي على رشاش دوشكا بالإضافة إلى أجهزة اتصال حديثة، بالإضافة إلى جهاز تحديد مواقع عبر أقمار اصطناعية GPS. وهذه السيارة مصفحة ضد الرصاص. وإننا في كتيبة أسود بابا عمر وكتائب الفروق جميعها نتوعد حزب الله بأننا سنكون له بالمرصاد للدفاع عن أرضنا وشعبنا. وعاشت سوريا حرة أبية. تكبير، الله أكبر. تكبير، الله أكبر.